مرحبا بكم في قناة حورية شانيل شانيل. أتمنى أنتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا عندي واحد الصديقة ديالي كتاخد دروس في الرسم. مرحبا بك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. كي جاك الدرس الأول؟ مزيان مع الأستاذة حورية. تبارك الله عليك. الله كي يبارك. غادية إن شاء الله غديري طابلو. الحمد لله، طابلو احسن من شكرا بيكاسو. دابا وليت تلقي يديا. فوالا شفتي دابا اللون كيف ولا حتى اللون ولا زوين. تبارك الله. هاد اللون السماوي غادي ندير بحال هذا ان شاء الله. بغات جات عندي وعجبها بحال هاد الطابلو هذا اللي كنت درت وهي بغات دير بحالو. حنا غنشوفو شنو غادي تصاوب لينا الفنانة الصاعدة. غادي نخلي لكم النتيجة من بعد، شوفوني واش نجحت فيها ولا لا. واش خرج بحالو. هيا صفاء غادي تشرح لكم الألوان اللي خلطت باش عطاو هذا اللون السماوي. كيف كتشوفو اللون الأزرق السماوي جزوين. شرحي لهم. درت هذا في الأول كيما كتشوفو. هضري شوية بالجد باش يسمعوك. درت هذا في الأول كيما كتشوفو، من بعد درت هذا كيكون غامق عليه شويه، وهذا فاتح هذا بزاف باش عطاوني هاد الخطوط هادو. وانتم كيما كتشوفوا بحال اللون ديال لوسيال. هاني برافو عليك. نخليو دابا ينشفوا وندوزو نصاوبوا اللون الاخر. اش من لون غادي تقترحي علينا؟ كنقول نفس اللون. اللون اسود. يعني على بركة الله نبداو. هنا كتقترح علينا صفاء دير. غادي نجرب اللون الاصفر. اللون الاصفر كي كتشوفوا راه الاصفر كيتماشى مع الازرق اسورتي. هو الا بغيتي يجيك سهله، من الاحسن انك تاخدي هذه بلا ما ديريها في هنايا. بديت ديري نقيطات ومن بعد كتمشي. دابا غير كملي بهذا باش ما تزطيش ديك الصباغه. هادي كما كتشوفوا راه اول مره كناخذ الشيته في يدي، واول مره كنصبغ. الفكره هي انني ملي جيت عند حوريه شفت عندها تبارك الله هادوك لي طابلو معلقاهم غزالين. قلت ليها واو هادشي عندك زوين. قالت لي راه انا اللي صايبسو. ايوا صافي مشات معايا حتى تقدينا هادو الصباغه، تقديت لي ماتيريال وجيت عندها قالت لي نعلمك تصبغي. كيجيو غزالين عندها بزاف تبارك الله معلقاهم في الدار. نيت تقولي بحال مشريين. بغيت نقول لك حيت خصك تصبغي حتى هاد الجناب. يعني هنا الصفر خصك تصبغيها بالصفر وجي هاني فيها الزرق. واخا يا لالا الزرق الاستاذه. ايوا شحال تخلصيني الحصه. سيريو دابا هي راه غادي تخلصني الحصه وخاصها تدبر لي على الكليان. كنفكرو نمشيو نبقاو نبيعوهم، نديرو طابلوات ونمشيو نبيعوهم. صافي من هاد المنبر اللي بغا شي طابلو كوموندي من اليوتيوب. برافو عليك جزوين. ابخي راه غدير هنا زرق وغادي نخليوه دابا حتى ينشف، غادي نرجعو من بعد. ودابا غادي نكملو الطابلو من بعد ما نشف. شنو غديري دابا صفاء؟ غادي ناخذ الكولا. غادي ماشي تما غتاخذيها غديريها هنا تبقى غادي مع داك الخط اللي كيعزل الالوان. ما باش تخوي بشويه ورينا كنديرو هكا على شكل قوس هكا صافي بارك. من بعد كناخدو كنبقاو نتلعو هكا بزاف.
لا انت خدمي خدمي هكا غنورك، هتخدمي هكا بطلاقة وانتي كتمشي 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 وكتعاودي ترجعي هاكي. ما تخافيش من البانسو وما تخافيش من هذا، غير بقاي ايه سيري زعما برخي يديك وانتي كتطلعي وكتهبطي. رخي يديك رخي يديك، ما تكونيش معصبة مع البانسو، حاولي تطلعي شويه الفوق هكا باش باش يجيوك هذوك الخطوط طالعين شويه، خص يجي شي طالع وشي هابط. هاد اللي في الجنب حاولي تطلعيهم هكا وتهبطيهم او ميم طون. انت كتشوفي في الطابلو كيفاش داير وكتزيني، ما تطلعيش حتى الحد ديال شويه عليك، ما تخليش ما تجهشيش. خصنا نديرو شي تحدي الرسم ملي غادي تعلم مزيان بغات تغلبني. ها لا بالك شي بلاصه هابطه وبغيتي تعاودي تيريها مزيان. ها دابا غادي تيري شنو هي المرحله الثانيه؟ غادي ندير دابا غادي نديرو هاد البريو كيفاش تشوفو، شويه راه غليظ مخلط ما بين الكري والاسود. غادي نهزو هكا نديرو غير في الوسط. دابا كيف ما كتشوفو راه غديرو في الوسط وغتستمر بهاد الطريقه حتى تكمل هذاك الخط الوسط. وكان احسن لو درتيهم زعما بحال تموجات، فهمتي؟ باش هكا يجيك الشكل زوين. عاوتاني خديت عاوتاني هذا شويه غليظ باش يبان ليا، باش يبان ليا الوسط. قالت لكم خدات هذا البريود اللي غليظ شويه باش باش يبان يجيو باينين، وغادي ملي تتخلطوا كيبانوا زوينين. غادي يكتفيو بهذا القدر هذا اصافه صافي. ديري الجوانب شويه هاد الجانب هذا تاع شويه، من بعد غندوزو باش دير هذاك البريو الاخر اللي كي اللي فيه الالوان هذا، وهي غادي تختار الالوان اللي بغات. انايا اختاريت باش ندير هاد اللون هذا كيفما تشوفوا بحال كري رمادي مغلوق شويه، وغادي نشوفوا الطابلو ديال صفاء كيفاش غادي يخرج. ديري بالزربه باش هكا صافي. غادي نبدل اللون الاخر هكا، بدلي اللون الاخر. غادي ندير شويه، غادي ندير تاني هاد اللون هذا كري بيض رمادي فاتح شويه. اختاريت غير الالوان بحال الاسود الابيض الكري، بان ليا الكولا باقا بينهم. غادي نزيد الابيض حتى هو نخبي هاد الكولا اللي باينه هنا. تقريبا درت الكولور ديال التريكو اللي لابسه الكري. صافي غادي نخليها هكا. غادي نمشي دابا غادي نسوسو. كما كتشوفوا معايا انا ساليت من هذاك البريون، خاصني دابا غادي نسوسو. انا غادي نسوسو قدامكم نورمالمون، الا كنتو في الدار مع البريون كيبقى في الدار كامله تقدروا تمشيو لافابو تواليت فاش ما كان. المهم انا نسوسو هنا قدامكم باش تشوفوا الطريقه. سوسو مزيان. ودابا غادي بنفس الطريقه كيف درت سميتو الطابلو اللي فات، كناخذ واحد البانسو اللي نقي وكنبداو كنحيدو هذاك سميتو البقايا اللي كيبقاو هنايا غير بشويه. ها
هذا هو الشكل النهائي ديال الطابلو كيف ما كتشوفوا. نتمنى ان الفيديو كان نال الاعجاب ديالكم. صفاء كي جاك الطابلو؟ جا كيحمق. تبارك الله عليك تبارك الله عليك حتى انت يا راكي تبارك الله عليك زعما درتيه زوين بزاف. شكرا لكم ونقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه سلامه.